أناشد السيد وزير التربية بهذا الطلب الجليل، وهو أن مدرسة المحسن تعرضت للابتزاز والتهديد من قبل مشرفة تربوية في تربية البصرة في المعقل. هذا التهديد والابتزاز أدى إلى تعليق دوام مدرستي وعدم بقاء أي طالب من طلاب المدرسة، وجميعهم انتقلوا إلى مدارس أخرى بسبب هذا التهديد والابتزاز. وكذلك طلبت مني المشرفة التربوية رشوة مادية أدت إلى إيذائي وإيذاء مدرستي على أثر هذه الرشوة. وبهذا أناشد وزير التربية باعتباره الأب الجليل لكل المدارس العراق، وباعتباره الأب التربوي، أن يظهر لي حقي من هذه المشرفة التربوية، لأنها بدت لي كل العداء الشخصي أمام كل الدوائر التربوية الموجودة في البصرة، وهذا أستطيع أن أثبته بأدلة واضحة أمامكم.